نعم، افتفندي مستورة منذ يناير الماضي وهو يحاول تشكيل هذه اللجنة، إلا أنه حتى الآن فاشل في تشكيلها، فما رأيك في هذا الأمر؟ نعم بالتأكيد، والعراقيل الموجودة تحديدا من النظام السوري لم يستطع بمستورة تشكيل اللجنة، والعرق يعني التحدي الأساسي الذي هو كيف يمكن أن يضغط على النظام السوري، ولا يريد داعموه أن يضغطوا عليه، وإذا ما ضغطوا عليه في مثل هذا الموضوع يعني الضغط من قبل الروس سيأتي. الروس ضغطوا على النظام السوري في موضوع سوتشي، ولكنهم لا يبدو أنهم يعني مصرون على الضغط عليه في هذا الموضوع. موضوع اللجنة الدستورية في النهاية لا يبدو عند الدول من الأهمية بمكان، لأنهم يعلمون أنه الحقيقة المسار هو مسار إصلاح شكلي غير جذري غير حقيقي، لن يوصل إلى نتيجة. لذلك هو عمليا يعني مسار إلهاء ويعني تمثيل قضية التفاوض أنها لا تزال موجودة، والحديث عن الحل السياسي. نعم. لذلك الموضوع حقيقة معرقل حتى الآن، ولا أعتقد بأن النظام السوري سيخضع في هذا الموضوع إلا إذا تلقى ضغط كبير من الروس.